خرجتي يا خارجه كيفاش تكون هاد حاله البلاد؟ كنشوفوا الشارع ضيق، الناس غادي مشي تنطالبوا انها تكون عاجل اللي ما يدي ما يجيش، او ديروا لنا حل مؤقت باش يقولوا تاني من الداخلين ولا خارجين. وكل من هنايا لي بارير، من هنا لي باريت يخرجوا. عندنا الاداره ما تتحاش، عندنا المديره كاينه ديال السنابيل هي المكلفه بتعيين مكلفة بمؤسسة بمؤسستين. لا احنا بغينا المديرة ديالنا خاصة بينا، يا اما تكون السنابيل يا اما تكون الداخلة، ماشي ما تجي تطلب هنايا الإدارة يقول لك تطلع السنابيل. احنا بغينا مؤسسة ديالنا يكون فيها حارس ديالنا، يكون فيها المديرة حالة يرثى لها تتعيش هذه المدرسة هذه حالة عشوائية. ما تنتهموش أطر أطر الله يعمر لهم الدار. احنا تنبغينا غير الحارس ديالنا الإدارة باش نحل الشانطي للوليدات. كاين واحد المتطلب آخر تنطلب به المؤسسة، تنطلب به صحاب الأطر هنايا الوليدات اللي ما جاش الأستاذ ديالهم ما يطلقوهمش لينا، اللي كاين الأمهات اللي بعثت ومنهم أنا الشانطي الكبير ما يطلقوش لنا الوليدات ولا ما جاش الأستاذ يشدوهم عندهم تنجبدوهم في الوقت. وشكرا. حنا ماشي معولين غادي نمشي، لا غادي نمشي دغيا نمشي دغيا، معولة هذاك النهار ضيع. أسيدي قلنا عافاكم تسناو هاد الوليدات نشوفوا الأستاذ واش كاين أولا ما كاينش، ما تسناوش حنا وليداتنا، ما نمشيوش حنا نطلعوا حتى النضال الفوق. وليدي الله فتح ضيري باقي ما حافظتش الطريق، يخرج بوحدو يمشي حتى كيوقف عليك الوليد. علاش؟ بالنسبة للتوقيت أنا بالنسبة لي ما عنديش توقيت، أنا اللي باغا الوليد يقرا أو لازم يقرا. الناس اللي بعاد كاين مشكل التوقيت، أنا الناس كراو بيوتها بيت لا ما لا ضو كراو باش يدخلوا في الوليدات كراو. أنا وليداتي عندي كاين بعض النهارات تنوكلهم في المحلابات لأن ما عنديش الوقت فين ندير لاخر ونجيب لاخر تنضل في الزنقة. ها هما الناس يقولوا لي جي مع 8 دقائق جي مع 10 ساعتين وربع ساعتين وربع. إذا ما درنا توقيت مسترسل تكون استراحة في المؤسسة، توقيت مسترسل وتكون استراحة للوليد. ما ساعتين وربع ساعتين وربع تنجيبوا الوليد لدارهم جنبهم هاتي ياكلوا وما يجيش يجري، راه لا يعقل. طبقات في الدار البيضاء، الدار البيضاء حضارية، حنا شبه حضارية، شبه حضارية ماشي حضارية 100%. قلنا توقيت مسترسل، الناس يجيو من دورة ديال الشوال، تيجيو من المخاطرة، تيجيو من المخاطرة، كي درت تما تيجي من المخاطرة ويجي ساعتين وربع ساعتين وربع. جاية الشتا نقولوا حاليا باقي الحال زوين باقي مشمس، حالة الشتا كادي تكون هاد الحالة ديال الطفل وديال الأم. وما كاينش توقيت كاين بالنسبة للتواليطات، بالنسبة للتواليطات خاصكم هادشي تصوروا تشوفوا كيفاش دايرين. تتابع الحارس واحد الحالة واحد الحالة ما نقولش لك ما كاينش. لا الدري بعد اللي دخل ديك الطواليط غيخرج غير مريض منها، ما كاينش طواليطات الساحة الساحة باش يلعبوا مرافق، باش ما تكونش واحد المرافق عندنا هنايا الوليدات يخرجوا الاستراحة تما يتسرحوا ديك ربع ساعة ولا هذا شوية يلعبوا وتدخل القسم يدخل هو مستعد والدري يخرج في الشمس يجري في الأرض ما كاين ماش ما بقاش وقت باش يلعب ويرجع ما بقاش الوقت. هذا هو المشكل ديال اخويا تمشي للطبيب. انتم اليوم انتم اليوم كآباء شنو المطالب ديالكم؟ شنو كطلبوا دابا انتم؟ كنطلبوا بغينا مدير مع من نتواصلوا، بغينا هذاك الحارس مسكين مؤقت يقاد لنا هذاك الحارس، حنا ما كنشكوش منه درويش انا خاطر. حنا كلنا فرحانين بهذاك الحارس، هذاك الحارس يقادوا لنا ما بقاش مسكين مؤقت. حنا كنخلصوا ولادنا، حنا كنخلصوا ولادنا اللي خلاهم اشنو كاين؟ كنطالبوا ولاد جينا دخلنا وليدات ديال التحضيري الله يجازيهم بخير ما يبقاوش يخرجوهم لمشينا أولا يقولوا لنا تسناو تشوفوا الأستاذ واش جا أولا ما جاش. والمشكلة الأخرى بحال دابا هنايا هذا الشانطي هذا علاش ما يكونش انتيردي؟ غادي جاي غادي جاي الوقيته ديال الخروج غادي يخرجوا غير يبدا يدخل الخروج. وكان هنا كنحل حتى الأمهات، حتى الأمهات اللي كيجيو يديو وليداتهم ما يجازيهم الداخلة. اليوم المدرسة عرفت واحد الوقفة احتجاجية ديال واحد المجموعة ديال الآباء تتحتج لمجموعة من المشاكل اللي كتعرفها المؤسسة. كاين مشكل ديال النظافة، مشكل ديال الحراسة، مشكل ديال التوقيت. هذه مشاكل اللي كما كتعرفوا مدرسة الداخلة هي مدرسة كتبقى مرجعية في بيرجيد، مدرسة كبيرة وكتجات في وسط المدينة وفيها واحد تقريبا واحد 1200 تلميذ. ملي تنقولوا 1200 تلميذ يعني راه مشاكل كثيرة وكتبقى القيمة المستوى اللي كتحتلو هذه المؤسسة يعني في الخريطة ديال بيرجيد هي مسألة وازنة وبالتالي كتكون مشاكل كبيرة. المسألة ديال التوقيت الناس كطالب التوقيت المستمر على الاعتبار انه وليداتهم تيمشيو تيجيو والمدرسة كتستقبل واحد العدد كبير ديال التلاميذ اللي كيكونوا وافدين سواء من مهرج الساحل او من الغديرة او لا من 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 هاد النواحي هذه من الاحياء الهامشية اللي كاينه اللي تحيط بالبيرجي. هذا المسألة الأولى المسألة ديال التوقيت. المسألة ديال الحراسة والنظافة هما جوج ديال المشاكل المرتبطة بالاعوان وبالمساعدين التقنيين لان ما بقاوش. فالجمعية ديال الاباء
ما خلاتش المشكل يكبر، لان هذه سنتين وعندنا واحد الاخ متطوع تيخلصوه كنقولها يعني ما عندوش اجر، تيشتغل في ظروف اللي هي صعيبه. التعويض الوحيد اللي عنده هو واحد المساهمه ديال الاساتذه، وتنحيي الاساتذه من هذا المنبر ديال الاساتذه ديال المؤسسه، وواحد الدعم الصغير ديال جمعيه الاباء، وكيتماشى مع امكانياتها الماديه اللي تتقتصر على انخراط بعض ديال بعض المتعلمين، لان ماشي كلشي كيخلص. اذا جمعيه الاباء مازال غادا خدامه تتشتغل، عندنا برنامج عمل سنوي فيه داخله فيه النظافه، داخله فيه الحراسه، يعني غادي نديروا ورشات ديال النظافه، غادي نديروا حملات ديال التحسيس، لانه حتى كاع يكون عندنا منظف ولا جوج ولا ثلاثه ضروري ما خص الاباء يساهموا، ضروري ما خص الجمعيه تشتغل في التوعيه وفي التحسيس وفي الانخراط. مساله ديال الاداره، الناس كيحتجوا بزاف الاداره، لان المؤسسه ديال الداخله بقات بدون مدير. العام الفايت ما عمرتش في الحركه، هذا العام ما عمرتش في الحركه، فبقات بدون اداره. كاينه السيده مديره نعيمه الضاوي، مديره ديال المدرسه الثانويه اللي مكلفه مشكوره، عندها عبء كبير ما تنقولوش لا، ولكن الدوله خصها تحمل مسؤوليه، الوزاره الوصيه عن القطاع اخوه خصها تحمل مسؤوليه في هذه المشاكل كامله. فيما يتعلق بالاداره التربويه، يعني تنتمناو ان الحركه الانتقاليه تخرج اقرب وقت يكون عندنا مدير، تنتمناو ان الوزاره الوصيه عن القطاع كذلك تعطينا موظف ولا جوج، وتعطينا حارس ولا جوج، لان حتى جوج غير كافيين، خصنا حارس ديال الليل وحارس ديال النهار، وخصنا منظفين. وكذلك المساله اللي مهمه جدا وكبيره هي ديال التجهيز، واحد الخصص مهول في التجهيز، طاولات يعني لا تشرف ان يجلسوا عليها المتمدرسين، اساتذه بدون مكاتب، صبورات مهترئه، يعني ما لا لا. كيفاش استاذ غادي يخدم في واحد الظرف اللي هو غير مناسب بتاتا؟ اذا مشاكل كثيره. هذا الشيء تعرضت ليه جمعيه الاباء، يعني ناقشته داخليا، ناقشناه مع الناس ديال السلطه مشكورين، تصنتنا اليوم لهاد الناس المحتجين الهموم ديالهم سمعناها، تنتمناو ان الناس المسؤولين هذا الشيء يلقى اذن صاغيه وتكون حلول في اقرب وقت، لان بكل صراحه الوعود عينا بالوعود، عينا بالمراسلات، عينا بالمساطر، فكيخصنا حلول اللي هي انيه، لان المشكل ما بقاش كينتظر. تنشكركم على التغطيه، وتنشكركم على الاهتمام، وتنشكركم على هذه العنايه اللي كتوليوها المؤسسه ديال الداخله، خصوصا لانها كتبقى وكنعاودها مدرسه الداخله هي ارث ديال بيرجيت كامل، ماشي ديال المدير ولا ماشي ديال الوزاره ولا ماشي ديال الاستاذ ولا ماشي ديال جمعيه الاباء. هذه المؤسسه هي علم، هي مرجع في التعليم في بيرجيت، تخرجوا عليها يدها اطر، تخرجوا منها ناس كبار في البلاد. تنتمناو انها تلقى يعني واحد الالتفاته، نتمناو انها يعني الناس يهتموا بها وتاخذ المكانه ديالها اللي كتستحقها.